بهجت. بص تعالى معايا. استنى بس انا عايزك ضروري فورا من اتنين. يا عم بهجت كنت هتجيب ولا يا سيدي. بقول لك عايزك ضروري. هو ده وقته. تعالى الكورة زي ما هي. ها والواد ده جيب فيه خاروق. يا اخي تعالى بقى. طب بقى ايه ده؟ بقول لك ايه؟ داليا كده بتضيع مني. شد السيفون. ما بهزرش يا بهجت. داليا بتضيع مني. شد السيفون. بهجت الدور راح مني يعني داليا بتروح مني. الواد منظر اخد مني الدور في المسرحية. بالعكس يا سلطانية. أنا عندي خطة. بقول لك ايه؟ إزازة العصير دي تروح تديها للواد منظر تراضيه وتعتذر له. أنت عبيط يا ابني. بعد ما ضربني وخد داليا وخد الدور في المسرحية أروح أراضيه وأعتذر له؟ يا ابني افهم. قبل ما هتديله العصير هتحط فيه باركينول. ايه الباركينول ده؟ ده دواء عندنا في الطب كده بشمس رصير. الواد هياخده من هنا مش هيعرف يقول كلمتين على بعض. طب كده داليا تكرهه وترجع لك. اسمه ايه؟ باركينول. طب كمل انت الفورة. ولا يا ولاد الجنية. الاسعاف خدت الواد. كنت زودت الباركينول ولا ايه؟ انت هتلبسني قضيه بهجت. انا ما حطيتلوش باركينول اساسا. ما لقيتش باركينول. حطيت ميه. انا ما لقيتش باركينول حطيته سم فران. انت عارف كام ملح؟ ما تهزرش بقى بهجت. والله العظيم ملح. اصلك حطيت له سم فران. انت مش مزود له ملح؟ يا نهار اسود. يعني انا قتلت طفل؟ انا كده مش هنام بقيه حياتي. مش للدرجه دي يعني. لعلمك انت خدمه. ازاي يعني يا بهجت؟ يا ابني انت قتلته وهو طفل. يخش الجنة على طول مش هتحاسب. لا بهجت انا برضو ضميري مأنبني. طب بص في حاجتين عشان بقى تريح ضميرك تماما. الحاجة الأولانية ادعي له. طيب هبقى ادعي له. ادعي له دلوقتي. دلوقتي؟ أيوه. يا رب يا رب ارحمه يا رب ودخله الجنة يا رب يا رب. تاني حاجة بقى طلع على روحه فلوس. ماشي هبقى اطلع. دلوقتي يا سلطان. طلع دلوقتي؟ أيوه. ماشي. خد بقى طلعها بقى. لا خلاص يلا دخلها. مش انت طلعتها كده؟ اه دخلها بقى كده اتحسبت خلاص. عادي كده؟ اه. الله يرحمه يا رب. رب ارحمه. ارحمه يا رب. بيتك يا بهنساوي. ما بس بقى يا بنتي ولا هلاقيها منك ولا من اللي حصل. يعني ايه؟ الراجل يديني ابنه اعمل له بطوله اقتله؟ وادي يموت فجأة كده يموت مني. هنعمل ايه يا مستر؟ مش عرفت احنا نعمل ايه؟ يا خسرت التعريب اللي عرضته للراجل. كله راح. ولا راح. والعرض راح. والهدية راحت. كله راح. كله راح.